بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة وهدى. يوم السبت الجميل اللي بنكون فيه مع أصحاب السعادة، أصحاب السعادة المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد حياتهم الزوجية، وكلاهم اسمه المقبل على الزواج. فالمقبلين على الزواج محتاجين شوية مهارات، وإحنا ابتدينا من فترة نتكلم على فكرة التمهير الزواجي. ولما بقعد أتأمل كده إيه المهارات اللي ممكن تخلي الزواج أكثر صلابة وأكثر قوة وأكثر مناعة، ويبقى أكثر كمان عافية وأكثر كمان صحة. الجواز عامل زي البني آدمين بالظبط، بياخد من صفاته. يعني تلاقي إنسان عافي، تلاقي إنسان قوي. الجواز كذلك، من المهارات اللي تخلي الجواز عافي مهارة مهمة جدا جدا جدا، بالذات في الوقت اللي احنا عايشينه ده. في الوقت اللي احنا عايشينه ده في مهارة مهمة جدا جدا جدا، بتبقى لأن حياتنا بتبقى مليئة بالتحديات ومليئة بالأشياء اللي ممكن تخلي الواحد في حالة تهديد. وعشان كده، عشان التحديات وعشان التهديد وعشان المخاوف وعشان القلق، عشان ده كله احنا محتاجين مهارة كده تخلي الجواز صالب طوله. من أهم الحاجات اللي بتخلي الجواز صالب طوله مهارة اسمها الاحتواء الزواجي. مهارة بيحتاج فيها كل شخص انه يكون في أسرته وسط ملاذ آمن، يحس ان الأسرة بالنسبة له هي الحصن، هي كهف الأمان من متاعب الحياة ومن الوجع. أنا لما اتكلمت عن الاحتواء الزواجي كتير منكم دلوقتي قال يا سلام. كتير من الناس لما بنقول لهم ان الزوج والزوجة محتاجين احتواء مش بيكونوا فاهمين يعني ايه احتواء. الاحتواء يا سادة معناه ببساطة شديدة ان الواحد يحس في حالة ما شريك حياته وفر له الاحتواء ان هو دخل في كنفه، ان هو خلاه حاسس ان هو ليه ظهر، ويكون حاسس ان في حد بيفهمه وبيتفهم مشاعره وبيقدرها وبيحترمها. ومش بس بيحترمها، ده كمان بيقدرها من غير أي نوع من أنواع الانتقاص أو الملامة. ويا سلام لما يكون الاحتواء بيحمل نكهة أنا مقدر بدون انتقاد وبدون أذى وبدون تنمر. الاحتواء يا سادة معناه أن يكون الإنسان متفهم دوافع الإنسان اللي محتاج هذا الاحتواء، وأنه دوافعه دي مش حاجة تافهة، مش أنه هو للأسف مش فاهم الحياة، لا ده هو فاهم الحياة وكمان إحنا مقدرين فهمه ده للحياة. ولذلك الإنسان لما بيكون في حالة احتواء بيشعر بشعور غريب، بيشعر بشعور وكأن الدنيا كلها خلت من الوجع لما يحس بالاحتواء، وكأنه في حالة من حالات الشعور بأنه دخل الجنة. الاحتواء ده ممكن يوصلنا لكده؟ أو والله ممكن يوصل الإنسان لكده. فالاحتواء ما بين الزوجين والأولاد والأسرة كلها بيخلي الأسرة عافية. وإيه اللي بيحصل؟ وبيحصن أفرادها من أربع حاجات مؤذية قوي في حياتنا ويخليها في أدنى مستوياتها. بيصونهم من إيه؟ بيصونهم من التوجع، من كثرة التوجع فيخليه في أدنى مستوياته، وكثرة التصدع ويخليه في أدنى مستوياته. يعني ايه كثرة التوجع؟ الناس انا موجوع انا موجوع. لما الانسان يكون حاسس في احتواء يقل الوجع. يقل الوجع ليه؟ لانه حاسس ان هو بيتداوى، بيكبر بخاطره، فيحس ان الوجع قليل. ويقل التصدع، مش كل شوية تجده بيقول لك انا خلاص حياتي انتهت، انا خلاص اتكسرت ومليش قومة، انا لا، تلاقيه دوت في ادنى مستوياته. ويقل كمان الفزع ويقل الجزع. يعني ايه يقل الفزع؟ ما تلاقوش قاعد وخايف خوف ملوش نظير، لا هو في حالة فيها اطمئنان. ويقل الجزع، يقل الحزن المر التقيل، لا يبقى الحزن حتى لو مر عليه يمر وهو حاسس ان في حد عايشين معاه الحزن، فالامور تعدي. زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحتوي حتى الوجع الحسي للسيدة عائشة، تقول ورأسه، يقول بل أنا ورأسه يا عائشة. فالسيدة عائشة أكيد هتحس بالاحتواء. وإحنا عارفين إن اللغة
الأساسية اللي بتتكلمها الست هي الأمان. يعني أكتر شيء هي بتبحث عنه وهي قاعدة مع زوجها وفي علاقتها الزوجية هو الأمان. والزوج نعم لغته الأساسية كمان مختلفة عن لغة الست، فلغته الأساسية هي لغة الإنجاز، هو عايز يحب يظهر ويكون ومتحقق فيه البطل اللي قادر يحمي عيلته وكمان يرعاهم ويوفر لهم كل اللي بيحتاجوه. عشان كده احتواء الزوج لزوجته لازم يبقى أهم عنصر فيه، إن هو يحسسها بالأمان، إن هو يحسسها بالأمان. حضرة النبي حتى والسيدة عائشة بتحكي مع الحكايات العادية، بتحكي اللي هو حديث المشهور بحديث أم زار، بتحكي عن 11 امرأة. شوف تركيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور حضرة النبي اللي بيعلمهن. فهي لما توصل لحكايتها عن أم زرع قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأنه أفضل نموذج فيه احتواء. إيه اللي حاصل؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك. فتحس السيدة عائشة بالاحتواء وتحس بالإيمان بالأمان. واحتواء الزوجة لزوجها أهم عنصر فيه أنها تحسسه أنه هو بطلها وأنه قادر على الإنجاز وقادر على تأمين البيت. وعشان كده احنا لازم نتكلم بسرعة عن أهم مجالات الاحتواء عشان الناس تعرف لما تحب تحتوي هتروح على فين. أول حاجة لما تحب تحتوي لازم تحتوي فكريا. احتواء الفكر من قبل الزوج أو الزوجة. الزوج والزوجة محتاجين إن هما لما يتكلموا مع بعض يكون بينهم شيء مشترك ولغة مفهومة للطرفين. الفجوة الفكرية إن كل واحد ثقافيا أو كل واحد فكريا بيفكر بطريقة هتؤدي في النهاية إلى الخرس الزواجي. وذلك لو حصل هذا الاحتواء الشخص التاني هيكون حاسس بأمان وحاسس براحة. حضرة النبي لما جه يستشير حد في أمر يهم المسلمين كلهم بعد صلح حديبية استشار مين؟ استشار السيدة أم سلمة زوجته اللي أشارت عليه بالرأي الصواب اللي أنهى الأزمة، فيستطاعت احتواء الموقف فكريا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقدم لنا، رسول الله ما كانش محتاج لهذا لأنه عنده الوحي، لكن بيعلمنا أن بتبقى دي فرص مهمة جدا المواقف اللي زي دي أن نتيح نفسك لشريك حياتك أن هو يمارس الاحتواء معاك. النوع التاني من الاحتواء وده مهم جدا جدا ودوت يكاد يكون هو القرى الملتهبة اللي لو نجح فيها الشخص في الاحتواء بيبان قوي الاحتواء فيها، احتواء المشاعر. لأن المشاعر من أكتر الحاجات الحساسة اللي لما بيتكلم عنها الشخص بيحس انه بيطلع جزء وكانه بيطلع عورة، بيطلع جزء من ذاته وبيكشفها للآخرين. فلما بيعمل كده لازم يكون في اهتمام وفي احتواء للمشاعر وفي تركيز وفي حضور. ولو احتواء لو ما تمش في مساراته الطبيعية داخل الأسرة بالمناسبة، وخاصة احتواء المشاعر ده، الزوج والزوجة هيلجأوا للاحتواء البديل خارج الأسرة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علمنا احتواء المشاعر. لما احتوى مشاعر السيدة عائشة لما ضاع عقدها وكان عزيز عليها، فأوقف الجيش ودوروا على عقد السيدة عائشة ونزلت آية التيمم. وكمان لما احتوى غيرتها لما غارت وكسرت صفحة السيدة حفصة، إيه اللي حصل؟ احتوى ده وقال غارت أمكم وما قلبش الدنيا. لأن هو إيه اللي حاصل؟ السيدة عائشة عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهم مشاعرها وبيقدرها واحتواها. احتواء كمان وقت الازمه، الاحتواء وقت الازمه دوت، وقت الازمه ده من اكتر الاوقات اللي مهم وبتبقى فرص عشان يظهر فيها مهاره احتواء شريك الحياه. فالازمه وقتها وقت الشده بنحتاج فيها للدعم والمواساه. ولو شريك الحياه اختفى في الوقت ده بتكون علامة فارقة، بتكون مش بس علامة، علامة بتعلم في القلب. وأنا شفت ناس كتيرة جدا 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 لسه بعد سنوات طويلة ما قدروش ينسوا خالص إن شريك حياتهم ما كانش محتويهم في وقت الأزمة، فيقول ده ما وقفش جنبي وقت ضيقتي. ستات كتيرة لسه فاكرة الجوزة عدم حضوره معاها يوم الولادة، ورجالة كتير لسه فاكرين لزوجاتهم إنهم ما كانوش موجودين معاهم في ساعة وفاة عزيزة حد عزيز عليهم. كمان من المجالات المهمة ودي فرص بتبقى للاحتواء كمان، اللي أنا قلته من بقوله وبتكلم عنه من المجالات دي بتبقى فرص مهمة للاحتواء، احتواء وقت الإيه؟ وقت التحديات والتهديدات. لما شريك الحياة
بيتعرض لتهديد أو تحدي فالبيت كله بيكون جزء منه، فلذلك لازم يتم الاحتواء للتهديد دوت، وخاصة التحديات بتبقى في العمل أو التحديات في الصحة أو في الحاجات اللي بيتوقف عليها الحياة، بيبقى محتاجين في الوقت دوت احتواء ودعم من شريك الحياة، لأنه هيأثر بشدة على البيت كله. وعشان كده السيدة خديجة فضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاكر لها الاحتواء اللي تم. بص شوف فكرة الاحتواء باينة ازاي في الحديث وباينة ازاي في كلام حضرة النبي، دثروني دثروني، وكأن الاحتواء بيدخل الإنسان في شيء يغطيه بغطاء من الأمان ومن الراحة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده لما هي زملته ودثرته بقلبها قبل ما تدثره وتلتزمه بأي ثوب، كان قلبها هو اللي كان معاه، وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح معاه الكلام ده. فحضرة النبي قال: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. من كمان الأوقات دي احتواء الأمال والأحلام. في ناس كتيرة بيعطلوا شركاء حياتهم، لكن لما يحتووا أمالهم وأحلامهم ويساعدوهم ويكونوا واقفين جنبهم، ده بيكون نوع رائع ومهم جدا في مسألة الأحلام ومسألة الاحتواء فيه. لما نيجي بقى نشوف طب نعمل إيه عشان نقدر نوصل لمسألة الاحتواء، لأن في احتواء وقت التغيير وفي احتواء كمان، لكن إيه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان البروسيس بقى، الخطوات اللي احنا ممكن نعملها عشان نبقى عندنا مهارة الاحتواء لشريك الحياة. أول حاجة المبادرة بالاطمئنان. محدش ممكن أبدا يا سادة ممكن نسميه إن هو بيحتوي شريك الحياة وهو ما بيطمنش عليه وما ينتظرش لما تحصل حاجة يطمن عليه، لازم دائما يبادر بالاطمئنان. يبقى أول حاجة المبادرة بالاطمئنان، تاني حاجة الإنصات الجيد، تالت حاجة الحوار بقى اللي فيه إيه، الحوار الكفء والفعال اللي فيه إيه، فهم لكلام شريك الحياة زي ما بيقولوا، وتفهم لدوافعه واحتياجاته، وتفهم أي الوصول إلى نقطة ممكن ننفذها وتكون واقعية وتكون نقطة مشتركة. رابع حاجة التحكم في ردود الأفعال اللي أنا بسميه إدارة الانفعال، لازم هو بيتكلم وبيحتوي شريك الحياة يدير الانفعال. خامس حاجة وحسن التفكير اللي أنا بسميه التفكير فيما يعود بالنفع على شريك الحياة، لازم دي مهارة نتعلمها. سادس حاجة حسن التعبير، ما ينفعش إن أنت بتحتوي شريك الحياة وتقول له إيه، ما خلاص ما احنا قلنا خلاص هنحل المشكلة بقى، لكن لازم تقول له إيه، إن شاء الله اطمئن كل حاجة هتبقى كويسة، تعالى بقى ننفذ مع بعض أول خطوة عشان نخرج من المشكلة. هو ده الكلام، وقولوا للناس حسنا، ربنا أمرنا بده. سابع حاجة وآخر خطوة المتابعة للتأكيد من حصول الأمان، لازم أتابع. تعالوا نقول الخطوات بسرعة مرة تانية، أول خطوة، أول خطوة في المهارة دي المبادرة بالاطمئنان، تاني خطوة الإنصات الجيد، تالت خطوة الحوار الكفء الفعال اللي فيه فهم وتفهم وتفاهم، رابع حاجة التحكم في ردود الأفعال، خامس حاجة حسن التفكير اللي هو التفكير فيما يعود بالنفع على شريك الحياة، سادس حاجة حسن التعبير، إن أنا أتكلم كلام حلو لشريك الحياة عشان يحس إن هو كمان حاسس بأمان حتى في الألفاظ، سابع حاجة المتابعة للتأكد من حصول الأمان. تعالوا نقول شوية إجراءات سريعة كده. أول حاجة حاول في وقت الأزمات تجعل تواجدك جنب شريك حياتك مدة أطول، وغير أولوياتك، لما تغير أولوياتك وتخلي شريك حياتك يتقدم في سلم أولوياتك في وقت الأزمات دي، شريك حياتك بيحس أنه حصل له احتواء. خصص وقت، تاني حاجة خصص وقت يومي للسماع وتفقد أحوال شريك حياتك وكل أحبابك. ثلاثة تجنب تأجيل الاستجابة لطلب شريك حياتك ليك في وقت الحاجة وفي وقت الأزمة. رابع حاجة لازم ببساطة خالص عشان نكون محتوين، لازم دايما نسمع الوجع من شريك الحياة مش على إنه ملامة، لكن نسمعه على إنه طلب مساعدة، ولازم الإيد تتمد بسرعة ونصل إلى حد إن نسمع منا ما يخرج منه أحسن ما فيه. علامة إن أنت احتويت شريك حياتك إن أنت تجعله عنده همة وعنده سعادة
وعنده استعداد ان هو يخرج احسن ما فيه. هو ده الاحتواء، مهاره مهمه جدا 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 جدا. والمهاره دي مش هتكلم عن فقدها، لكن هتكلم عن جمالها وحسنها لما بتكون عند حد من الزوجين، ازاي بيسعد شريك حياته ويخليه حاسس ان الجواز نعمه، لا بيخليه حاسس ان الجواز جنه. يا ساده، احنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك وصفحه برنامج ولا تعسره، ونتلقى عليه اسئلتكم المباركه، وتفضل جسر مفتوح يفتح لنا مجالس العلم. ونسمع اول سؤال معانا النهارده، معانا مين؟ تتفضل مدام حنان من اسكندريه. ايوه يا فندم، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فندم، انا ست مسنه عندي 67 سنه والحاج عنده 75 سنه، واحنا الاثنين كنا بنشتغلوا في الجيش ولنا معاشاتنا يعني ومستورين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عندي ثلاث اولاد جوزتهم، ومنهم اثنين جابوا عربيتين وانا جبت له عربيه. طيب. وشقه تمليك لكل واحد وكل حاجه. طيب. فالمهم انا بصرف عليهم بالنسبه للكبير ده، يعني مش لازم اقول الاسم طبعا، صرف يعني يعلم الله بي ويعني اخاف من الله فيهم. فجت المهم مراته راحت طالبه مني مبلغ وقدره 20,000 جنيه. طيب. وقالت لي حدهم لك شهر 5 و6، مش اللي فات ده، اللي قبليه. طيب. فجيت عشان اخدهم منها وطلبتها بيهم، قالت لي جماعيه. قالت لي مش حدهم لك، خديهم من ابنك. هي بتشتغل وليها ذمه ماليه طبعا، انا عارفه القران كويس. يعني هي معلش حضرتك، أيوة. هي اللي استلفتها منك ولا هي استلفتها باسم ابنك؟ لا، هي اخدتهم مني عشان تدفعهم للمدارس وقالت لي هسدهم لك. طيب، يبقى هي اللي استلفتهم منك. طيب. هي اللي استلفتهم. فهو اصبح دين عليها. ابني واخد كتير، بس انا ماليش دعوه بالمبالغ اللي هو، انا ما طلبتهاش بالمبالغ اللي ابني واخدها. طيب، أنا طلبتها. سؤالك فين يا حاجه حنان؟ نعم، سؤال حضرتك فين يا حاجة حنان؟ سؤالي ايه؟ انا دلوقتي يعني اتزنقت، طلعت بابا الحج السنه دي وطلعته هو معاه الحج، فاتزنقت في مبلغ، فابني الكبير مسافر راح عاطيني المبلغ ده، فانا يعني ان شاء الله هسده. سؤالي بقى محدد اللي هو، انا مش مسامحاها في المبلغ ده، مش مسامحاها، فبدعي عليها ليل ونهار دعاء، يعني استغفر الله العظيم، يعني حاول ربنا يجعله من حدها ومن نصيبها، زعلانه زعلانه، في حين انها السنين، هي متجوزه بقى لها 11 سنه، في حين السنين اللي فاتت دي كلها انا قايمه بالبيت. يا حاجه حنان، حاجه نعم. حنان، انت دلوقتي نعم. سؤالك، هل دعاكي عليها حلال ولا حرام؟ طيب. عايز اقول لك حاجه يعني نعم. يا ست حنان نعم. يعني انت مطلعه دلوقتي، طلعتي ابنك الحج، وكمان طلعتي زوج حضرتك الحج، يعني حضرتك مديتي ايدك كده اهو في حدود كده اهو عدد من المئات من الالاف، واحنا دلوقتي عندنا 20,000 جنيه مع مرات ابنك. انا شايف ان المساله، سيبك من مساله الفلوس، انت مكده منها، وانت عشان انت مكده منها ايه اللي حاصل؟ نفسك مش مسامحه، مع ان ال 20,000 في ظل المئات من الالاف اللي تم الحج بيها ما اظنهاش هتساوي كتير عندك، بس انتي مش حباها، وانتي مش قادره تستحملي ان هي ما ادتلكيش الفلوس، خدت منك الفلوس وكانها ضحكت عليكي. طب اقول لك حاجه، ما تحاولي انتي تهدي نفسك، لان احنا دلوقتي في سن ما يتحملش ان الواحد يفضل يقلب المواجع على نفسه. هي دلوقتي انتي من حقك على فكره ان انتي تدعي على اللي ظلمك، بس من حقك كمان ان انتي تاخدي فرصة ان قلبك يبقى نقي، وان انت تبقي في حالة صفاء مع الله، فتسامحيها. انت بتسأليني دلوقتي، هو انا ينفع ادعي عليها؟ لو هي ظلمتك بالوصف ده، الواحد له دعوة مستجابة على من ظلمه، بس هو السؤال، هي ظلمتك ولا هي اتزنقت في الفلوس فمش قادرة تسدلك؟ ولذلك بما ان احنا ما بين الاتنين دول، أنا رأيي لو تسأليني إيه الأحسن؟ الأحسن إن أنت لو قادرة تسامحي في الفلوس دي سامحي، عايزة تطلبي في الفلوس دي طلبي، بس أنا مش شايف إن أنت تفضلي تشحني نفسك وتشغلي نفسك زي ما هو واضح كده بهذا الكم من المال اللي هو في الحقيقة ممكن يكون
ما يسويش كل الإرهاق النفسي اللي أنت بترهقي نفسك فيه. الأمر التاني ده فكرة المسامحة والتخفيف عن الناس، ده باب من أبواب فتح أبواب الجنة على مصراعيه. ليه؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا مدرك إن المسألة مش مسألة الفلوس، أنا مدرك إن المسألة بينكم هي مسألة العلاقة غير الطيبة اللي بينكم أنتوا الاثنين، فرأيي يعني فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لو قدرت تتجاوزي على ده خلاص، وفي الآخر خلاص، في الآخر خالص أنا بكلمك بقى عشان أنا أب زيك، أنا أكلمك وبقول لك حضرة النبي لو سألتيه هيقول لك إيه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتيه هيقول لك آه أنت لو دعيتي ما عليكيش إثم، بس أنت لو سمحتي أنت نفسك هتطيب ويمكن العلاقة اللي بينكم تتغير، تحس إن أنت حررتيها من أسر ومن خنقة. وفي الآخر خالص الفلوس دي اتصرفت على أولادك، على أحفادك، على أحبابك. فأنت لو بتسأليني لا مش هيبقى عليك يا حرام لو إنك أنت دعيتي، بس الأحلى من كده هو إيه؟ إنك تسامحي وإنك أنت تفرجي عن مسلم أو تطلبي، فدوت اللي أنا شايفه أحسن. ما تدعيش، طلبي بالفلوس، طلبي بقضاء الفلوس دي، أو سامحي وربنا سبحانه وتعالى يخليك في خير وصحة وسلام يا رب العالمين. الحاج حسن من السويس اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حاج حسن ازيك يا دكتور؟ معلك بخير يا فندم. يا رب الحمد لله. الحمد لله دكتور. انا عندي 81 سنه ما شاء الله، وزوجتي عندها 76 سنه. واحنا يعني ثقافه عليا، مراتي عندي 4 بنات، عندي 4 بنات، فانا عملت لكل بنت شقه. فجيت في الدور بتاع الارضي قال لي انا هبقى انت كتبتني شقه، انت جيت قلت لي ان البنت دي الدور الارضي ده بتاعي. ازاي يا حاج الكلام ده؟ قالت انت كاتب لي المكان ده بيع وشراء. قلت له والله ما عملتوش يا ام. المهم استفزتني، اجيب لي شتك بالاخر استفزتني. وقلت لها انت محرم عليا زي امي واختي دنيا واخره. طب قول لها تستنى شويه بس عشان انت اللي بتسال. قول لها استني يا حاجه فانت قلت لها كده دنيا واخره. دنيا واخره يعني ايه؟ يعني انت بتقول لها عشان ما تبقاش معاك في الجنه يعني؟ ليه كده؟ والله يا دكتور انا قلتها كده، وحتى انا بس ده يعني انا حاسس ان انت ابدعت يعني. تحرمي عليا دنيا واخره، حاجه لطيفه، وكان الاخره دي هتبقى ملك حضرتك. طيب يا سيدي انت، احنا طبعا في مسائل الطلاق ما بنفتيش الناس في الطلاق، احنا لازم الطلاق ده نحقق معاه. دي اول مره تتلفظ بالالفاظ دي يا حاج حسن؟ ايوه والله يعني دي. عمرك ما قلت ما جيت ناحيه اي حاجه ليها علاقه بالطلاق؟ لا 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 يعني لا عمرك لا. ما تلفظت باي لفظ ليها علاقه بالطلاق؟ لا 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 دكتور، يعني كنت مثلا بهزر مع هزار. بلا معلش يعني بقول لك في حياتك عمرك ما تلفظت باي لفظ ليها علاقه بالطلاق؟ يعني انا قلت مرتين ثلاثه كده بس ما كانش قصدي ان انا اطلق. لا مرتين ثلاثه اربعه بقى، يبقى حضرتك اتصل بيا بقى عشان احقق معاك في كل واحده من في كل طلقه من الطلقات دي، لان كل طلقه من الطلقات دي لازم يبقى فيها تحقق. ما ينفعش ان احنا نتكلم عن الفاظ الطلاق، احنا لازم نحقق في كل الفاظ الطلاق لفظه لفظه عشان نجاوب عليها. ما ينفعش ان انا تقول لي كده ده كان عندنا 4 5 طلقات وما كانش قصدي ان انا اطلق. طيب ما انا كل طلقه من الطلقات دي انا لازم اتحقق منك يا حاج حسن، وعشان كده اتصل بينا او اتصل على 107 في دار الافتاء المصريه. بس انت لازم يا سيد حسن تجمع، تكتب دلوقتي لغايه ما تكلمني، تجمع عدد الفاظ الطلاق اللي انت تلفظت بيها عشان احنا هنبص على كل واحده ونشوف كان حكمها ايه. واضح؟ منتظرين اتصالك يا حاج حسن. وتعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نتلقى اسئلتكم المباركه ونجاوب عليها، ويستمر النور ويستمر مجلس العلم، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا اسئلتكم المباركه ومعانا الاستاذه هدى. استاذه هدى الو
الو يا استاذه هدى، اتفضلي. ازيك حضرتك الشيخ، عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. طالبه منك تدعيلي انا وامي واخواتي، ربنا يساعدنا ويبعد عنا اي حاجه وحشه يا رب، ويبعد عنا المرض الوحش. حاضر، وان شاء الله يحفظكم ويوسع عليكم، وان شاء الله يجعلكم في خير حال. اللهم امين يا رب، اللهم امين. انا ليا بس سؤال بعد اذن حضرتك. في صديقه ليا اتوفت من كام يوم، وكانت عامله فيا جميله من حوالي كام سنه، وما كانش راضيه تاخد مني، يعني كانت دافعه لي مثلا زي مثلا فاتوره تليفون، ومش راضيه تاخد مني المبلغ. فهي عندها ولدين، والولدين واحد في المعاش، يعني بياخد معاشها دلوقتي ومعاش بابا، والتاني في الجيش. فانا يعني لما رحت لقيت الظروف مش تسمح، فعايزه ارجع لهم الفلوس ديت. هل اقسم المبلغ ده على الولدين، ولا ادي الولد اللي مش في المعاش؟ طيب انا هجاوب على حضرتك. في اسئله تانية يا استاذه هدى؟ ده حاجه تانية. في حاجه تانية من زمان قوي فضلت الشيخ، بس ما تضحكش عليا بالله عليك او تزعل. كان في انا لا انا ما بضحكش وما بضحكش وما بزعلش، يعني ما عشان عارف حضرتك يعني برضو يعني بتاع ربنا يعني، وبنتعلم منك كل خالص يعني. يا فندم اتفضلي. زمان قوي قوي واحد كان قايل لخالتي البنت دي عليها حاجه مش هتسيبها الا لما تكبر. وانا كل سنه يعني عايزه اقول لك في النازل، مش في الطالع للاسف يعني. وانا الحمد لله يعني شغاله ومتعلمه وبعمل دراسات عليا، ومفيش حاجه ناقصاني الحمد لله. بس فعلا انا متجوزه؟ يعني لا للاسف. اتفضلي. فكلامه في دماغي، اتصلت عليه من فتره، بس هو عيبه لما اجي اتكلم. ليه؟ طيب ليه اتصلت عليه من فتره؟ مش عارفه، عشان عايز اعرف ايه الحاجه دي. ولما انت عارف ان انا عندي حاجه، ليه انت ما عالجتنيش؟ يعني لما انت بايديك ان انت تعالج زي الدكتور كده ما بيروح له دين علاج، ما خفناش. لا هو مش زي الدكتور، ان جيت الحق ان جيت الحق يا ست هدى. لا هو مش زي الدكتور. ما انا عارفه، بس انا مش عارفه. انا اتصلت عليه وعايز اقول لك يعني شديت معاه بصراحه، لدرجه قلت له لو انت في ايديك ان انت تعالجني، وعارف ان انا كده ربنا انت عليك ربنا مش هيسيبك لغايه يوم الدين، وانا مش مسامحاك. طيب بصراحه انت عارفه يستاهل. عارفه يستاهل ليه؟ عشان ده جزاء النصابين. تعالى اقول لك بقى حاجه، تعالى اقول لك يا استاذه هدى الاول خالص نقول لي طب ادعي لي بالله عليك والنبي حاجه. حاضر، ما انا دعيت لك. انا اول حاجه دعيت لك بساعه الرزق، ساعه الرزق، عشان دعيت لك بالزوج الصالح. انا قلت لك انا لما دعيت لك بساعه الرزق كنت دعي لك بالزوج الصالح. تعالى بقى نشوف اسئلتك خلاص، وهدعي لك ان شاء الله. استاذه صديقتك اللي توفيت دي، هي خلاص كانت متبرعه، يعني كانت الفلوس اللي اديتها لك دي هي اعتبرتها هديه. فاللي انت هتدفعيه ده مش دين، اللي انت هتدفعيه وتديه لاولادها ده مش دين، ده صدقه. صدقه يعني ايه؟ هديه. الهديه برضو صدقه، فانت هتديها لاولادها، ادوا لهم زي ما انت عايزه بقى، عايزه تسوي بينهم سوي بينهم، عايزه تدي لواحد اكتر من التاني، انت حرة، لان دي صدقة مش سداد دين، ده مش تركة ومش ميراث. هي كانت متبرعة بالمال اللي اديتهولك، والمال ده ما اصبحش دين عليكي ولا حاجة، لكن هو وفاء لجميلة، وفاء لجميلها، انت هتدي لاولادها هدية، والهدية دي توزعيها زي ما انت عايزة. السؤال بقى بتاع صاحبنا اللي قالك من زمان انت عليكي حاجة ومش هتروح، هذا الكلام كذب. انت في حفظ الله، في عون الله. واكم من بنات عندهم نفس الحال اللي حضرتك عنده ده. مش معقوله يعني ان ابليس والجن والعفاريت سايبين كل الناس ومركزين بس مع المسلمين. الامر المهم كمان، انت ليه بتقولي ان الحاجه دي لو ما اتحققتش يبقى انت فيكي حاجه ناقصاكي؟ رزقك هيوصلك. ان الذي كتب الرزق هو كتب الرزق وهو اللطيف، وهو كتب على نفسه الرحمة. فالحال اللي انت فيها دي حال رحمة، حال لطف. فما تعوديش تكدري حياتك وتفسدي حياتك بان انت ناقصني حاجة ناقصني حاجة ناقصني حاجة. ابدا. لو ان الحاجة دي فيها خيرك اكيد كانت سبقت الى حياتك من تفكيرك، لان الله لطيف بعبادي. وعشان كده هوني على نفسك. كل اللي انا بنصحك بيه إن أنت تدعي ربنا وتقولي يا رب أسألك وأنت الكريم وأنت الودود وأنت الرحيم أن ترزقني رزقا به يسعد قلبي، وأتعلق فيه برحمتك وبجودك وبكرمك. اللهم أكرمني بكل شيء يسعدني
ولا تمنع عني شيئا يسعد عبدا من عبادك إلا وأعطيتني إياه. يا رب ربنا يحقق لك مناكي، وإن شاء الله تكوني في صحة وسعادة إن شاء الله، ويوسع عليك عن قريب إن شاء الله. أستاذ عبد الحميد، أستاذ عبد الحميد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ عبد الحميد. لك فندم الله يخليك. فضل الحمد لله ونعمة. تفضل حضرتك. علي سؤال كده، من يعني كان والدي يعني كان عايش الله يرحمه، الله يرحمه، وأخويا اللي أخي معاملة وحشة. أخوك كان بيعامل والدك معاملة وحشة؟ آه. وبعدين؟ كان يمكن لا حول ولا قوة إلا بالله. طب فين السؤال يا حاج عبد الحميد؟ كده يعني، وممكن يعني لحد لدرجة إن في الجامع كان والدي بيصلي دخل تفت عليه. يا يعني بلاش كل هذه الأوصاف اللي هي مش مناسبة. طب قول لي السؤال يعني يا حاج عبد الحميد. سؤالي ده جزاك ويا عند ربنا، وهو اتجوز دلوقتي وخلف عيلين أخويا ده. طيب انا هجاوب على حضرتك يا حاج عبد الحميد. عايز اعرف جزاته ايه عند ربنا. هجاوب على حضرتك يا حاج عبد الحميد. بص يا سيدي، من اكتر الحاجات اللي تمحق البركه عقوق الوالدين. اللي يعوق الوالدين الله سبحانه وتعالى يمحق البركه منه. ومن اكتر الحاجات اللي تجلب البركه بر الوالدين. ولذلك الانسان اذا اراد أن يبسط له في رزقه ويوسع له ويبارك له في عمره على طول يبر والديه. ولذلك هذا الكلام يجعل الإنسان يحاسب محاسبة شديدة، لأن حقوق الوالدين من الكبائر. والأوصاف اللي حضرتك بتقولها دي أوصاف إنسان لا يعرف معنى محبة الله ورسوله إذا كان بيعمل كده عن عمد وظلم وكراهية وأذى للناس. بس عايز أقول لحضرتك حاجة، إن اللي حضرتك شفته ده ما يعنيش إن الأولاد زي ما الناس بتقول إن الأولاد اتحكم عليهم خلاص إن هم يضيعوا وخلاص ويتحملوا أوزار أبوهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب هذا الشخص في الدنيا والآخرة. نعم يحاسب هذا الشخص في الدنيا والآخرة. والقصص الوردة عن السلف والوردة في الآثار أكثر من أن تحصى في مسألة إن الولد اللي بيعمل أذى وبيسيء لأبيه ويعقه سواء لأمه أو لأبيه إن هذا يرد له في الدنيا قبل الآخرة، فيحاسب على هذه الكبيرة في الآخرة ويجد جزاء السوء وجزاء العقوق في الدنيا بمحق البركة والعياذ بالله، والأذى الذي يراه بما أذى به والديه. ولذلك هو لازم يعمل إيه؟ يتوب إلى الله ويسارع. طب إذا تاب إلى الله وسارع إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يقبل توبته، بس يحسن بقى إلى من كان فيه بر الوالدين. إذا كان عنده أمه لسه عايشة يحسن إليها ويستغفر لأبيه ويتوب إلى الله ويتصدق عن أبيه. كل دوت ممكن يغير كل المسألة دي. مش هو ختم وخلاص هو اتختم بيه، بس أنا أخاف من الأسئلة دي إن تبقى رسالة أنت ضعت خلاص. لا 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 خالص. من عق والديه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن إليهما حتى في قبورهما، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ويغفر له هذه الكبيرة. معنا الأستاذ إبراهيم. ألو أستاذ إبراهيم. ألو ألو يا أستاذ إبراهيم اتفضل. نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين جميعا. كان ليا أمنية حضرتك كنت عايز أقول لحضرتك عليها، يعني أبدو يعني تكون لنا يدي في تنفيذها إن شاء الله يا رب. أنا كان نفسي إني نعمل ختمة قرآنية للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم المولد النبوي في مستوى العالم كله، وتبقى يعني احتفالا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم المولد النبي، ان نعم العالم كله الاسلامي يعمل ختمة قرآنية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حاضر. احنا يعني ان شاء الله يعني انا كنت اتمنى يعني حتى ان فضيلة الامام الاكبر يرعاها. احنا ان شاء الله نحاول ان شاء الله يعني نحاول نشوف المبادرة دي ممكن تحصل ازاي،
وعسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الخير والبركه والنور يا سيد ابراهيم ان شاء الله. نعم. معنا الاستاذه سجى. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت انا عايزه استشير حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا الفتره اللي فاتت ديت كان جوزي مدمن. فهو الحمد لله دلوقتي ربنا عافاه، بس انا طبعا الفتره اللي فاتت يعني حاولت اني اقف على قد ما اقدر بالنصيحه. زوجك ايه؟ زوجك كان ايه؟ مدمن؟ مدمن؟ كان مدمن اتفضلي. فانا حاولت اني في البدايه اقف على قد ما اقدر، يعني اني احفزه واشجعه طبعا اني اكون بجنبه. ده انت بطله، ده انت بطله. لو ان الناس اهل المدمنين دول ابطال ان هم يتحملوا هذه الحاله الصعبه اللي هي في الحقيقه بيتاذي فيها اهل المدمن اكتر ما بيتاذي هو نفسه. نعم. بس حضرتك يعني في البدايه كان طبعا مش عارف يبطل ومش عارف انه ياخد الخطوه. فالى حد انا لما سبت البيت ورحت عند اهلي وغضبت فتره طويله ورجعت تاني، بس هو ما كانش عارف ياخد الجرأة انه يبطل. فانا لما اخدت الموقف وابتديت بعد كده ان انا عملت مكتوب ومش قادره استحمل اكتر من كده، فهو شايفني ان انا متأصيله وان انا اذيته وان انا ما عملتش معاه حاجه تشجعه. شايف ان انا اللي عملته في البدايه دوت ولا حاجه، انت ما وقفتيش معايا. بس انا حاليا دلوقتي لما رجعت بيتي هو الحمد لله اتعافى وبقى كويس، بس انا وهو ما بقيناش سلام مع بعض. بقى في ما بيننا جفا، ما بقاش في ما بيننا حوار ولا مشاركه. كل الموضوع ما يتفتح يرمي اللوم عليا ان انا مقصره وان انا ما وقفتش جنبه وان انا اذيته. فانا مش عارفه اخد ازاي خطوه في اني احسن العلاقه واني ابني الحاجات اللي بتخسر. تنصحني بايه حضرتك؟ انصح حضرتك بثلاث حاجات. اول حاجه انا بنصح حضرتك ببساطه خالص ان انت تقدري مشاعره، يبقى اول حاجه تقدري مشاعره. الامر الثاني ان فعلا لو كان في تخلي يبقى في اعتذار، ان انت تعتذري بحقه حقيقي ليه اذا كان في تخلي وتعتذري وكانك فاهمه هو ايه اللي حصل. وممكن اعتذارك كمان وحبذا لو ان الاعتذار ما فيهوش اي تبرير. انا بعتذر ان انا ما كنتش جنبك يا حبيبي لما كنت في الظرف ده، بس وبلاش التبرير. انت عارف ان انا ما كنتش قادره، وانت عارف ان انت كنت شكلك ايه، ده هو مش هيعتبره اعتذار. فيبقى الاعتذار شيء لطيف جدا جدا. يبقى عندنا الاعتذار وعندنا تقدير المشاعر. يعني ايه تقدير المشاعر؟ تقدير المشاعر ان انا اقدر ان الحاله اللي هو فيها دي لان هو كان محتاج لك. هو بيقول لك ان دي كانت فرصتك ان انت تحفري صورتك في قلبي، فانت فاتتك الفرصه دي. فهو في الحقيقه هو بيعمل ده، هو قد يكون بيحبك بس هو بيقول لك انت ازاي فوتت الفرصه دي. فعشان كده يبقى تقدير المشاعر ومساله الاعتذار ومساله خطه التغيير. غيري فيما يتعلق بحياتكم مع بعض. يعني انا نصحت لحضرتك غيري في علاقتكم بربنا، كمان غيري في علاقتكم في روتينكم اليومي، غيري كمان في مساله ازاي هتتفاهموا مع بعض. خلوا في مواعيد ثابته تقعدوا فيها مع بعض وتعملوا اعمال مشتركه مع بعض. مع الوقت كل ده هيزول، ومع الوقت الامور هتكون في خير حال. وما تقلقيش، كل ده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير والفضل والنعمه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يلا توكلي على الله وسيري، ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير ويكتب لك التيسير، وان شاء الله تكوني في خير حال. يا ساده احنا النهارده اتكلمنا، وهو اخر سؤال عندنا بيقول لنا كان مهم قوي الاحتواء في وقت الازمه، لان الاحتواء في وقت الازمه بيخلي الانسان يزداد حبا ويزداد تعلقا بشريك حياته. يا رب اجعلنا ممن يستطيعون ان يقدروا المواقف ويستطيعون ان يقوموا بكل ما لديهم من مدد ومن جهد ومن بركة لكي يستطيعوا أن يكونوا أمانا لأحبابهم، ويكونوا البيت والملاذ الآمن لكل من أراد أن يحتمي به. يا رب اجعل بيوتنا مليئة بالاحتواء ومليئة بالمدد ومليئة بالحب ومليئة بالمودة والرحمة. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الموفقين
واجعلنا من المحتوين لأحبابنا في كل وقت وحين يا رب العالمين.